التحويل على الكرة. اعتلى مهاجم الرمثا ركان الخالدي ومهاجم الوحدات محمود زعترة صدارة هدافي دوري المحترفين، ولكل منهما 4 أهداف، فيما يقبع في المركز الثاني برصيد هدفين كل من محمد خير من اتحاد الرمثا، وعودي خضر من شباب الأردن، والسوري هاني الطيار من الفيصلي، ومحمود شلباية وأحمد سمير من الجزيرة، وبهاء الكسواني من المنشية. الصراع على لقب الهداف لا زال في بدايته، ولكن يحاول النجوم جاهدين أن يوسعوا الفارق منذ بداية الموسم حتى يبتعدوا عن الضغط التهديفي عند الوصول إلى جولات الحسم. الرصيد التهديفي لنجوم الدوري يدل على شح القدرة التهديفية لدى المهاجمين، حيث متصدري الترتيب ركان الخالدي ومحمود زعترة يملكان 4 أهداف في 4 جولات، مما يعني أن معدلهم التهديفي هو هدف في كل مباراة. ننتظر الكثير من الفرق والمهاجمين في الجولات المقبلة، وننتظر أن تأتي جولة غزيرة بالأهداف، وأن لا تظهر فيها مباريات تغيب عنها متعة كرة القدم وهي الأهداف.